فعالية أيام إقليم تيزنيت في أكادير مستمرة من خلال برمجة متنوعة، لقاءات، ندوات ونقاشات مفتوحة حول مواضيع مرتبطة بالطبيعة الجغرافية والتاريخية لإقليم تيزنيت الذي حط الرحال بمدينة أكادير من أجل تسويق لصورة الإقليم وطنيا ودوليا. كتستمر الفعاليات ديال ايام اقليم تيزنيت في اكادير تحت الشعار ديال تيزنيت في المواعيد. هاد التظاهره في هذا اليوم هذا تنلاحظوا ان الزوار كثار اللي مقبلين على الفعاليات ديال هاد الايام وعلى الفرجات الفنيه اللي منظمه بالمناسبه. يتاكد ان هذا الخيار ديال الفعاليات ديال تيزنيت كان في محله، وبان هاد الايام حققت جزء كبير من الاهداف ديالها. فضاءات ساحة أيتسوس بأكادير كانت على موعد أيضا مع أروقة لعرض المنتوجات المجلية التي تميز إقليم تيزنيت. الهدف كان هو بالنسبة لنا احنا هو التعاونيات لا الفلاحية ولا كذلك الصناعة التقليدية. فالحضور هنا كاين 50 تعاونية، 30 تعاونية في القطاع الفلاحي، وهاد التعاونيات كاملين تيمثلوا لنا جميع السلاسل تاع لي برودوي دو تيغوار، فكلهم حاصلين على شهادة لونسا. بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية فكاينة 20 تعاونية كاملين عندهم الشارة، الشيء اللي تيخليو تنحفزوا هاد التعاونيات باش يزيدوا لقدام. 85 رواقا لمعروضات وأنشطة مختلفة وأزيد من 30 فرقة موسيقية ومسرحية، إضافة إلى فضاء الموروث والذاكرة وفضاء الإبداع والإصدارات، أغنوا برنامج أيام إقليم تيزنيت بأكادير التي لقيت استحسانا لدى الزوار.